بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس. نسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس في هذا الصباح. يعطينا اذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس. نتمم قول الرب يسوع له المجد، طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. كل سنة وأنتم طيبين جميعا أيها الأحباء. ختام رحلة الصوم المقدس وبداية أسبوع الآلام المجيد، عيد دخول السيد المسيح له المجد إلى أورشليم كما هو معروف بأحد الشعانين أو عيد الشعانين أو أحد الزعف، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، يعتبر العيد الرابع في الأعياد السيدية الكبرى التي تهتم والتي تممها السيد المسيح له المجد من أجل خلاص البشرية. يعوزنا الوقت في تأملات كثيرة، ولكن أختصر بقدر الإمكان يا أحبائي فيما معنى هذا العيد، ماذا يعنينا أن نحتفل بعيد الشعانين. استقبال السيد المسيح له المجد من كل الجموع مبارك الآتي باسم الرب. أوصنا أو هوشعنا بمعنى خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب. وفي هذه الزحمة بتاعة الأحداث التي تقود إلى خلاص الإنسان، يقترب السيد المسيح له المجد من أورشليم ومن بيت عنيا، وتبدأ الأحداث تأخذ طريقها إلى الجلجسة أو إلى نهاية رسالة السيد المسيح له المجد، ليس فقط عند الجلجسة ولكن وليس عند القبر، ولكن أيضا إلى قيامته المجيدة. إنجيل أناجيل القداس توضح لنا استقبالين للسيد المسيح في هذه اللحظات الحاسمة. الاستقبال الأول كان امبارح في عشية إنجيل العشية، دخول السيد المسيح إلى بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، حيث صنعوا لي وعشاء وليمة، وكان لعازر متكئاً، وده طبعاً كان بعد قيامة لعازر اللي احنا احتفلنا به امبارح سبت لعازر. وجاءت مريم أخت لعازر وسكبت الطيب، طيب من ناردين جزيل السمن، ومسحت قدميه بشعرها، سكبته على قدمي السيد المسيح. ويقول الآباء خلال هذا الاستقبال الرائع الذي قدمت فيه مريم أسمى ما عندها، كان للأسف هناك طرف آخر معاكس تماماً، وهو يهوذا اللي هو كان سارقاً وكان معه الصندوق، لكنه كان سارقاً كما يقول الكتاب المقدس إنجيل معلمنا يوحنا. وإن كان في بعض الأناجيل يقول تقمقم التلاميذ، لكن إنجيل معلمنا يوحنا يخصص بالذات يهوذا اللي انتقد هذا الأمر. كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 30 أو أكثر من المبلغ اللي هو استلمه، وليس يقول الكتاب المقدس لم يكن يعني بالفقراء، ولكنه لأنه كان سارقاً. وده يمكن الأحداث اللي حناجي ليها في يوم 4 أيوب أو 4 البصخة. عشان كده في الاستقبال ده كله تم امبارح يا أحبائي، ويأتي اليوم ثم في الغد كما يقول الكتاب المقدس إنجيل معلمنا يوحنا البشير، وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد. على أبواب أورشليم استقبله الشعب بسعف النخل، سعف النخل وأغصان الزيتون، قائلين هوشعنا خلصنا يا ملك إسرائيل مبارك الآتي باسم الرب.
لعلنا نجد هذا الأمر يتكرر في كل عام يا أحبائي، وهنا حتى ندرك ونعرف يا ترى إحنا من أنهي صنف من الناس اللي استقبلوا السيد المسيح له المجد في هذه الأحداث. 3 نماذج 3 أمثلة. النموذج الأول، المثال الأول، تأتي مريم، ومريم يسمونها ساكبة الطيب، طيب الحب الإلهي. عشان كده يسمى الآباء هذا الأسبوع اللي احنا هندخل عليه أسبوع الحب الإلهي. هذه التي قدمت في استقبال المسيح أغلى ما عندها، ومسحته ومسحت قدميه بشعرها. والشعر بالنسبة للمرأة يقول الكتاب المقدس شعرها أو مجدها في شعرها، لكن محبة مريم للمسيح مستعدة إن هي تقدم أجمل ما عندها وأغلى ما عندها، سواء إذا كان مجد أو كرامة، لكن في مقابل محبة المسيح تتنازل عن هذا كله وترى في إكرامه وفي إكرام المسيح في حياتنا أحبائي. هذا هو المجد الأسمى اللي احنا محتاجين ان احنا نفتش عليه. الأمر اللي يقول عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس، كورنثوس الأولى أصحاح 10 وعدد 30، يقول إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلوا أي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله. هو ده هدفنا كأولاد أحبائي. مريم هذا المثال العظيم التي قدمت ما أغلى ما عندها وبتنازلت عنها كرامتها ومجدها، ولقت إنه مجدها هي أن تمجد المسيح وتجلس عند قدميه وفي حسن استقباله في حياتها. النموذج الثاني يا أحبائي، يأتي يهوذا في نفس اليوم في نفس المكان في نفس البيت. يأتي يهوذا بينما كل الناس مستعدة وفرحانة باستقبال السيد المسيح، خاصة كما سمعنا إنه لما جو شافوا إنه أقام لعازر من القبر وأقامه من الأموات، من أجل هذا خرج الجمع للقائه، لأنهم سمعوا أنه صنع هذه الآية. ناس مبسوطة، ناس فرحانة، ناس جاية تستقبل المسيح، ناس جاية تستقبل المسيح مش بس في حياتها، لكن تريد أن تكرم المسيح. وهناك من يريد أن يستغل هذا اللقاء وهذا الحدث، وإن هو يربح أكثر مال أكثر للصندوق اللي معاه. بالنسبة ليه كان تمجيد المسيح خسارة. إزاي؟ ما الناس كلها نظرها لمين؟ الناس كلها نظرها للمسيح، ما فيش واحد منتبه لليهوذا، ما فيش واحد منتبه لأي شيء آخر. فبالنسبة له كان تمجيد المسيح خسارة ليه. ويقول كده أحد الآباء هذا القول، وكأن مجد المسيح سينافس مجده. شيء خطير، شيء خطير إنه الإنسان يبتدي يفكر ويشوف ويسعى إنه يسلب ويسرق مجد المسيح لصالحه، لصالح مجده هو. يهوذا هذا المثال يحمينا ربنا يا أحبائي. ده القديس يوحنا المعمداني يقول كده، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. لكن بالنسبة ليهوذا لا، يزيد هو وينقص المسيح لا سمح الله. لذا كان حبه لذاته لا يسمح ليه بأن يرى السيد المسيح محبوباً. ومن هنا يا أحبائي
هذا المثال نحذر منه ويحمينا ربنا، وحاجة لتطبيق هذا الأمر في استقبال في أسبوع في دخولنا لأسبوع الآلام. أنانيته لا تقبل إكراما على حساب مصلحته، لأن مصلحته فوق الكل، مصلحته فوق الكل، مصلحته حتى فوق المحبة، مصلحته حتى فوق المسيح، مصلحته حتى فوق أي شيء آخر، لا يعطي اعتبار لأي شيء آخر، أنانيته ومصلحته. وبالتالي للأسف كان ده تعبير من الآباء مش من عندي، كان تلميذ مصلحجي، يعني تابع لمصلحة. وعشان كده بقول خلينا نحذر يا أحبائي، خلينا نحذر وإحنا جايين نحتفل بهذا العيد ما يكونش احتفالنا مصلحة، وما يكونش جيتنا للكنيسة مصلحة، ولا لزواتنا ولا لأغراضنا الشخصية، ولكن لمجد المسيح. عشان كده أحب ذاته فصارت حياة يسوع موتا ليه، وموت المسيح بالنسبة ليه دي الحياة. أليس هو الذي سلم المسيح له المجد؟ أليس هو الذي باع سيده؟ فموت المسيح بالنسبة له دي حياته، ما يهموش. وفي حين أن في ناس آخرين حياة المسيح هي موت لي. قال علمنا بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، والموت هو إيه؟ والموت هو ربح بالنسبة للإنسان. النموذج الثالث يا أحبائي الشعب اللي كانوا مجتمعين جه عشان يستقبلوا المسيح، حلم يعني مشاعر طيبة، لكن يا ترى هل فعلا كل هذا الشعب كان جاي بقلب صادق، ولا زي ما بيقولوا شعب ملهوش أمان؟ إزاي شعب جاء يرفع المسيح له المجد في شعنين إلى ملك ليأتي ليصلبه بعد أيام، أصلبه نفس هذا الشعب. لما اليهود هددوهم واليهود خدعوهم، والكلام ده كله علني قدام المجمع أو في الساحة بتاعت بيلاطس، ابتدوا إن هم يضحكوا على اليهود على الشعب ويقولوا لهم لو بيلاطس خير قولوا اصلبوا اصلبوا، ولو وصل الأمر قولوا دمه علينا وعلى أولادنا كمان. يا هو ده نفس الشعب اللي كان شايل السعف واللي كان شايل أغصان الزيتون، شعب يصرخ يقول هوشعنا خلصنا، وبعد أيام يقول ارفعوا واصلبوا، شعب يستقبل بسعف النخيل وهناك من يضربه بالقصبة ويضع التاج على رأسه غير الجلد طبعا، هناك من يبسط ثيابه أمام الحمار اللي ركب عليه السيد المسيح الجحش والأتان، وهناك من يقتسم ثيابه الحراس يوم الجمعة العظيمة، عروه واقتسموا ثيابه، ناس بيفرشوا للمسيح الأرض ورود وثياب، حلو. بس للأسف ياجي عندي يوم الجمعة تنقلب الآية تماما. هنا اليوم الشعب يترك الكتبة ويتبع المسيح له المجد، ويوم الجمعة يترك المسيح ويتبع الكهنة ويتبع رؤساء اليهود، اليوم يخرج لاستقباله ويدخله إلى أورشليم، وهناك يخرجه ليرفعه فوق الجلجسة على الصليب.
هذا هو حال الشعب اللي ايه؟ اللي ملهوش امان، اللي ملهوش مبادئ، اللي ملهوش رأي، اللي سهل ينضحك عليه. خسارة. في ترنيمة كده تقول كده ايه؟ يا واكل خيري وعابد غيري. خسارة التبعية اللي كانت مع المسيح، والتبعية اللي كانت للكنيسة، التبعية اللي كانت لمجد المسيح، تتحول كلها ويمشي الشعب إلى الجلجسة، إلى حيث خشبة الصليب. ونحن غالبا ما ننضم إلى هذا الصف الأخير يا أحبائي. نعرج بين الفرقتين، نعرج ما بين إيمان وما بين نكران، ما بين حب وما بين خصام، أو على الأقل قل جحد، ما بين نعرف ذواتنا وندعى أننا رسل المسيح وتلاميذ المسيح، وفي نفس الوقت ممكن نتصرف كأعداء للمسيح. حينما نريد أن نموت من أجله، حينما ننكر نعمة موته في حياتنا، يقول كذا أحد الأب، أن يبخت الإنسان اللي يكون عنده هدف في حياته باستمرار، أيا كانت المغريات، أيا كانت الظروف، أيا كانت الإغراءات اللي حواليه. خليك ثابت في إيمانك، خليك ثابت في مبدأك، مبدأك المسيح ولا مبدأك أشخاص، مبدأك المسيح ولا مبدأك ذاتك. عشان كده عيد الشعنين لابد أنه أبعد، يقول كده الآباء، من البهجة، من إحنا نلبس ثياب فاخرة أو نفرح بالسعف والزهور والشموع. لكن ما هو العيد؟ أحد الشعنين وعيد الشعنين هو مدخلنا إلى أسبوع الآلام. وبسرعة كده يا أحبائي، عيد الشعنين هو دعوة نخرج على أثرها، نطلع على أساس، نقيم أنفسنا صح، نصنف أنفسنا صح، عشان ندخل أسبوع الآلام صح. نقيم أنفسنا حتى ننجذب ونكون من صف مريم، ولا نكون من صف الشعب أو من صف يهوذا. إنه اليوم الذي نقبل فيه عيد الشعنين، إنه اليوم الذي نقبل فيه سيدنا كمصلوب، وندخله إلى حياتنا لنشاركه آلامه. إزاي يا أبونا ندخله كمصلوب وهو إحنا بنقول النهاردة المسيح ملك المجد دخل أورشليم؟ دخل مصلوب لأنه هو الخروف والحمل المعد للذبح في عيد الفصح بعد 4 أيام. عشان كده فيما هو يدخل ملك، فيما هو يقدم ذاته ذبيحة، عشان كده نقول عنه مصلوب. وبالتالي إحنا بنفتح له قلوبنا وبنقول له تعال. لعلك يا رب لم تجد راحة ما بين الناس، لعلك يا رب لم تجد راحة ويعني يطيبوا على خاطرك كده يا رب ويفرحوك. في يوم أحد الشعنين مجرد مظاهر فرحة خارجية، لكن النهاردة بنقول لك يا رب إحنا اللي جايين، إحنا عايزين ندخلك لحياتنا. أي نعم أنت داخل مصلوب، لكن ندخلك كملك أيضا عشان نملكك على حياتنا، وبالتالي نشاركك آلامك، نشارك آلامك اللي أنت احتملتها من أجلنا عشان تفدينا، عشان تخلصنا، عشان ترجعنا. يوم الشعنين هو عيد نعلن فيه عن قبولنا بمثل هذا الملك الذي لم يعدنا بالراحة ولكن بالشهادة. يأتي اليوم المسيح له المجد يا أحبائي عشان يتمم النبوة اللي قال عنها سمعان الشيخ
يوم ما جاءت أمنا العذراء مريم بالطفل يسوع بعد 40 يوم، قال لها كده إيه؟ قال لها: وأنت يا مريم سيجوز في نفسك سيف، وإن هذا، يعني هذا الطفل، قد وضع لقيام وسقوط كثيرين. في ناس هتقوم مع المسيح، وفي ناس هتتعثر في الطريق بتاع المسيح، والنتيجة ناس تبعد عن المسيح وتجرح المسيح. حتى في أسبوع آلامه، ممكن ناجي ونشترك، وصباح ومساء بصخة: ولك القوة ولك المجد ولك الكرامة ولك العزة. كل ده حلو، ونشترك معاه ونقول له كده: احنا عايزينك فعلا انت في حياتنا، هدفنا انت يا رب. ويدخل المسيح الى داخل القلب، جميل، القلب الصادق، القلب اللي عايز المسيح. طيب وبعدين؟ وتنتهي الرحلة لحد فين؟ أن هذا وضع لقيام وسقوط كثيرين. بمجرد ما يخلص، تخلص الجمعة العظيمة، وبمجرد ما يخلص العيد ونفتح الستر ونعمل تمثيلية قيامة السيد المسيح، حاجات كثيرة تتغير. العيد ما بتكلمش عن الأكل، الأكل لازم هنغير الأكل، لكن العيد، يا ترى بنقضي العيد إزاي؟ هنقضي العيد إزاي؟ زي قبل أسبوع الآلام وقبل الصيام، كان في حاجات كثيرة، بنشرب كحول ومخدرات ونعمل أحجات كثيرة، يحمينا ربنا. أيا كان الشيء اللي أنا سعيت من أجله طوال أسبوع الآلام، أقول له كده: يا رب انزع مني هذه العادة، انزع مني هذه الخطية. آجي في العيد ترجع ريمة العادة القديمة. لا، والأكثر من كده، يجي شم النسيم. وما أدراك بشم النسيم؟ طب ما احنا لسه كنا في الأسبوع كله وبنبكي وبنتألم، راح فين ده كله يوم العيد ويوم شم النسيم؟ ولا كأنه في حاجة حصلت. أن هذا مسيحنا وضع لقيام وسقوط كثيرين. معلمنا بولس الرسول يقول كده: من هو قائم فليحذر أن لا يسقط. نبتهج ونفرح ونتجمع مع آخرين في العيد وفي شم النسيم، ما قلناش حاجة، بس التصرفات اللي بتتعمل بعد كده هي دي عليها علامة استفهام كبيرة، عليها علامة استفهام كثيرة. هل يا ترى هنرجع لسقوطنا مرة أخرى؟ مين مننا حيخلو من خطية؟ في فرق لما تكون خطية وأنا عارف إن هي خطية وأنا مش عايز إن أنا أسيبها، وفي فرق بقول النهاردة دين النعمة إن أنا أسيبها. صلي طوال أسبوع الألام، قل له: يا رب خليني أكون قائم معك ولا أعود لسقوط مرة أخرى. مجيء المسيح في عيد الشعانين لا يسمح لنا بعد أن نبقى محتارين ولا متذبذبين ولا نعرج بين الفرقتين. حدد مصيرك، حدد موقفك النهاردة، وإحنا جايين إن إحنا نحتفل. جاء يسوع ليلغي النموذج الثاني اللي هو يهوذا. جاء المسيح له المجد عشان يغير مفهوم النموذج الثالث اللي هو الشعب. عشان كده نقول له كده في الألحان: نحمل صليبك. وعشان كده يزين الصليب بالسعف والورود، وده رمز الشعانين،
ونرفع ونقول مبارك الملك الآتي باسم الرب. أحبائي، مدعوين اليوم جميعا لاتباع ملكنا الذي اختار الصليب عرشا، فليكن أحد الشعانين بالنسبة لنا هو يوم القرار الحاسم، يوم قرار صادق في قلب كل إنسان مننا، قرار قبول الرب يسوع وإتباعه ونمشي وراه لحد نهاية حياتنا، قرار جعل موته وقيامته هي دي حياتنا المسيحية. يقول عنا معلمنا بولس الرسول في فيليب 3:10، ياريت نحفظ الآية دي طوال أسبوع الآلام ورددها، فيليب 3:10: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذا هو القرار الذي يقود للفرح الحقيقي بهذا العيد. أختم بقصة سريعة يا أحبائي عن أحد الجنود، كان تماما بعيدا عن المسيح، كان إنسان قاس القلب، كان منغمس في الشر بتاعه، ولكن مراته كانت إنسانة تقية وكانت تصلي من أجله وكانت تشجعه وكانت تكلمه عن كلمة الله، تقول له بس كده، بس نفسي إنك أنت تصلي، بس صلي، قل له يا رب اسندني، قل له يا رب أعني، قل له يا رب، قل له بحبك، وتشفع بأمنا العذراء مريم. قال لها أوكي هعملها، وابتدى إن هو يصلي، بس على مضض يعني مغصوب على هذا الأمر. في يوم من الأيام جاء دخل الكنيسة ووقف أمام أيقونة العذراء زي اللي جنبينا دي أو هنا، وأمنا العذراء وهي شايلة المسيح، أول ما قرب جنب الصورة شاف منظر غريب جدا، منظر مخيف بالنسبة ليه، شاف صورة الطفل يسوع وكله جراحات، وشه، إيديه، جسمه كله دم، كله دم. قال أول مرة أشوف صورة بهذه أول مرة أشوف صورة بالشكل دي، وإذ به ما تحملش المنظر، إذ به يسجد قدام الصورة بتاعة العذراء والسيد المسيح. قال يا ترى إيه اللي خلى الرسام يرسم الصورة دي بالشكل دي؟ فين لما تدارك إنه لا، الصورة طبيعية لكن الجراح دي كلها، تذكر إن هي الجراح بتاعته. ابتدى هذا الإنسان وهو ساجد ابتدى يندم وابتدى يقدم توبة، وإذ به يا أحبائي تخيلوا حصل إيه، هو وراكع وساجد إذ به يسمع العذراء مريم أمنا وهي بتتشفع أمام الطفل يسوع، بتقول له معلش عشان خاطري سامحه، عشان خاطري هو راجع النهاردة، عشان خاطري اديله توبة، عشان خاطري اديله غفران خطاياه، عشان خاطري اقبله. هي تتوسل وتتشفع عليهم، الشخص هو وساجد وهو سامع أمنا العذراء وهي بتتشفع ليه أمام المسيح له المجد. قام وعينيه مليانة بالدموع، لما قام لقى كل الجراحات اللي في شكل في الطفل يسوع كلها إيه، كلها راحت يا أحبائي، ورجعت الصورة الطبيعية، أمنا العذراء وهي شايلة الطفل يسوع له المجد. يقول كده هذا الإنسان فرح وشكر الله لما لقى كل الجراحات اختفت من الصورة، وبسرعة مشى فتش على الأب الكاهن واعترف وتناول أسرار المقدسة وبدأ حياة جديدة مع الله. وإحنا هندخل أسبوع الألام، يا ترى عايزين نخلي الصورة باستمرار والمسيح مجروح وعليها الدم؟ هو عمل كده عشاننا، من أجلنا أتى لهذه الساعة، بس إحنا دورنا هنعمل إيه؟ مسيحنا القدوس قل له النهاردة يا رب يريد أن أمسح هذه الجراحات من قلبك، حياتك يا رب، أريد يا رب إن أنا فعلا أمسح هذه الدموع من عينيك، أريد يا رب إن أنا أفرح قلبك،
أريد النهاردة يا رب إن أنا أملكك على حياتي، ليس ملك أرضي ولكن ملك قلبي. مسيحنا القدوس يعطي كل إنسان اليوم النعمة والقدرة والقوة. اوعى تخاف، اوعى تتردد، اوعى يصعب عليك نفسك، اوعى تستهين وتقول إن أنا منفعش. اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. النهاردة فرح قلبه وقل له أوصنا، خلصني خلصني يا ملك إسرائيل. هذا هو قراري اليوم يا رب يسوع المسيح. أسبحك وأمجدك وأقول لك مبارك الآتي باسم الرب، لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. أمين.